بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دلوقتي عايزين نتكلم عن نقطه مهمه جدا بخصوص الانسوليشن ريزيستنس تيست، وهي استخدام الجارد تيرمينال الموجوده في اجهزه الاختبار الخاصه بالانسوليشن ريزيستنس. طبعا كلنا استخدمنا او تعاملنا قبل كده مع اجهزه اختبار مختلفه في اختبار الانسوليشن ريزيستنس لمصنعين مختلفين زي شركه ميجر وزي شركه شوفاء ارنو. انا جايب لك هنا مثالين، جهاز الميجر ام اي تي 515 وجهاز الميجوميتر سي اي 6547. طبعا كلنا بنشوف 3 انجكشن تيرمينالز بتوعنا اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف، واخدين اللون الريد والبلاك، وبيكون عندك طرف ثالث بيبقى بلو كلر وبيبقى مكتوب عليه اما حرف الجي يا اما مكتوب عليه كلمه جارد. جميل قوي. تعال ناخد مثال، لو انا مثلا عندي كابل وبعمل عليه انسوليشن ريزيستنس تيست، فانا باخد الطرف البوزيتيف والطرف النيجاتيف بوصله ما بين الكوندكتور والشيث بتاع الكابل بتاعي، وبالتالي كده بحسب مقاومه العزل. مقاومه العزل بتساوي ايه؟ بتساوي الفولتج على الكرنت، الفولتج ابلايد على الانسوليتور بتاعي مقسوم على الليكج كرنت اللي بيمر من خلال الانسوليتور. طبعا الليكج كرنت ده في منه ريزيستيف كومبوننت وفي كاباسيتيف كومبوننت وفي بولاريزنج كومبوننت. انا مش هتطرق للتفاصيل دي دلوقتي، انا يهمني في الاول والاخر ان ار بتساوي في على اي، الاي ده هو التيار اللي بيمر من خلال العزل بتاعي. جميل قوي. ولكن احنا لاحظنا ان لما بيكون السيرفس بتاع العزل بتاعي ده عليه هيوميديتي او عليه مجموعه من الكونتامينانتس او ملوثات او الشوائب، بيمر تيار تاني من خلال السيرفس بتاع العزل ما بين الكوندكتور والشيث بتاع الكابل. طبعا انا بكلمك عن مثال وليس كيس، يعني ممكن في البراكتيكال كيس ما تلاقيش طبعا الفكره ان انت تلاقي العزل ماشي عليه سيرفس كارنت كبير، لا طبعا ممكن ما تلاقيهوش الكلام ده، ولكن انا بس بديك مثال. طبعا كده في تيارين عدوا في السيركت بتاعتي، تيار ما بين الكوندكتور والشيث، وتيار ما بين الكوندكتور والشيث عن طريق الانسوليتور نفسه، وتيار ما بين الكوندكتور والشيث عن طريق السيرفس بتاع الانسوليتور. في الحاله دي قيمه المقاومه اللي هتطلع لي مش قيمه اكيوريت. طب الحل ايه؟ الحل ان انا بستخدم الايه؟ الجارد تيرمينال. جميل. طيب دي احد الابلكيشنز اللي بستخدم فيها الجارد تيرمينال، فساعتها بوصل سي مثلا النيجاتيف تيرمينال على الكوندكتور والبوزيتيف تيرمينال على الشيث بتاعي، وبحط الجارد تيرمينال بتاعتي على ايه؟ على السيرفيس بتاع الانسوليتور اللي انا متوقع ان هيمشي من خلاله ايه؟ هيمشي من خلاله ليكج كارنت او سيرفيس ليكج ايه؟ ليكج كارنت. جميل قوي. طيب الجارد تيرمينال دي بتشتغل ازاي؟ الفكره بكل بساطه ان الجارد تيرمينال دي بيكون ليها نفس البوتنشال او نفس الجهد بتاع النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف تيرمينال. وبالتالي لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ان ساعتها لو دي، لو الطرف بتاع الكوندكتور ده اللي هو النيجاتيف والطرف بتاع السيرفيس بتاع الانسوليتور هو الجي، الاثنين دول عليهم نفس البوتنشال، وبالتالي مفيش تيار هيمشي ما بين الايه؟ ما بين النيجاتيف وما بين الجارد تيرمينال. وبالتالي كده انا عملت اليمينيشن او شلت التيار اللي ماشي على السيرفس بتاعي واللي كان بيأثر لي على القراءات بتاعتي. طيب تعالى نتكلم على الابلكيشن تاني، والابلكيشن المهم اللي احنا بنستخدم فيه برضو الجارد تيرمينال، وهو ايه؟ بكل بساطه انت لما بيكون عندك كابل زي كده، والكابل ده مثلا سي فيه اثنين كوندكتور. نفترض دلوقتي ان انت عايز تعمل انسوليشن ريزيستنس تيست ما بين الكوندكتور مثلا بي وما بين الشيث بتاع الكابل بتاعك. جميل قوي. لو احنا من غير الجارد تيرمينال، خلينا نقول ان انا دلوقتي من غير الجارد تيرمينال، الفكره بكل بساطه ان انا حطيت مثلا سي البوزيتيف على الشيث بتاعي والنيجاتيف على الايه؟ الكوندكتور اللي اسمه بي. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هيمر تيار ما بين النيجاتيف والبوزيتيف بتاعي من خلال الانسوليشن بتاعي، الانسوليشن ماتيريال، وكمان هيكون عندك في مقاومه ثانيه امبارل معاه اللي هي ما بين الكوندكتور بي مع الكوندكتور اي زائد ما بين الكوندكتور اي والشيث. يعني كده اصبح عندك اثنين مقاومه امبارل او تو بارل ايه؟ تو بارل ريزيستنسز، صح كده؟ حلو قوي. ومعنى كده ان انا عندي في تيار هنا اسمه اي وفي تيار عندي هنا اسمه اي 1، يعني التوتال كرنت اللي هيرجع تاني في البوزيتيف تيرمينال هو مجموع تيارين، تيار نتيجه المقاومه ما بين الكوندكتور بي والشيث، وتيار ما بين الكوندكتور بي والشيث برضو بس عن طريق الكوندكتور اي وما بين الكوندكتور اي والشيث. وبالتالي ده هيديك انكوريكت ريزيستنس ايه؟ ريزلت.
لكن لو حضرتك جيت وخدت الجارد تيرمينال دي ووصلتها على الكوندكتور الثاني اللي هو A، في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان النيجاتيف تيرمينال والجارد تيرمينال الاثنين ليهم نفس البوتنشال، وبالتالي مستحيل يمر تيار ما بين البي والاي. عشان كده التيار اللي هيمر دلوقتي هيمر من خلال النيجاتيف ويرجع للبوزيتيف. الله، طب ما النيجاتيف ما الجارد برده ليه نيجاتيف بوتنشال، طب ما هيمر برده تيار ما بينها ويرجع ثاني في البوزيتيف تيرمينال. كلامك مظبوط، ولكن لو لاحظت داخل جهاز الانسوليشن ريزيستنس تيستر هتلاقي ان الاميتر او الجهاز اللي بيقرا التيار اللي هو بالمايكرو امبير او النانو امبير اللي بيمر من خلال العزل هو موجود ما بين البوزيتيف والنيجاتيف تيرمينال، مش موجود ما بين البوزيتيف والجارد. يعني حتى لو التيار التوتال ده رجع في البوزيتيف، ففي الاول والاخر التيار اللي هيمشي خلال الاميتر اللي موجود جوه الانسوليشن ريزيستنس تيستر هو التيار اللي مر ما بين فقط النيجاتيف والايه والبوزيتيف، وليس التيار اللي مر ما بين البوزيتيف والايه والجارد. وبالتالي انت كده تقدر تحصل منها على كوريكت ريزيستنس ريزلت. وده طبعا برضو واضح معاك هنا ان انت لما حطيت الجارد تيرمينال عليها او وصلت الجارد تيرمينال على الطرف الثاني بتاعك، ففي تيار مشي ما بين البوزيتيف والنيجاتيف وما بين البوزيتيف والجارد، لكن ما عرفش يرجع عن طريق النيجاتيف تيرمينال. وبالتالي انا كده قدرت احصل على قراءه صحيحه للانسوليشن ريزيستنس. وبكده نكون وضحنا احد الابليكيشنز للجارد تيرمينال. لو لسه عندك اي استفسار ممكن تحط لي كومنت وانا هرد عليك.